نبدأ بالجمل. طبعا سعد قراها، أبغاك أنت تقرأ الجمل اللي هنا. ممكن تقرأ؟ إيش راح تسوي الليلة؟ تمام. إيش راح تسوي الأسبوع الجاي؟ تمام. إيش راح تتعشي؟ تتعشى. تتعشى. ممتاز. إيش راح تتعشى؟ أيوة أوكي. طب أنا الحين بسألك، إيش راح تسوي الليلة؟ ما أروح إلى أي مكان، بس جالس، أنا أكون جالس في بيتي. أوكي، ما راح أروح أي مكان. ما راح أروح أي ما مكان، راح أروح أي مكان، راح أجلس في البيت. راح أجلس في البيت. ممتاز. طيب إيش راح تسوي الأسبوع الجاي؟ أسبوع الجاي راح أكون أروح إلى مدينة رياض. أوكي، الأسبوع الجاي أنا راح أروح للرياض. أنا راح بالسعودي ما نقول مدينة، ما نقول مدينة جدة، مدينة رياض. راح أروح جدة، راح أروح الرياض، راح أروح الدمام. تمام. يعني على طول اسم المدينة. على طول. أيوه على طول. تمام. الأسبوع الجاي أنا راح أروح الرياض تمام لزيارة مع أصدقائي. تمام، عشان أشوف أخوياي أو أصحابي، علشان أشوف أو أزور علشان أخوياي أو أصحابي. علشان أشوف أصحابي. تمام تمام. طيب إيش راح تتعشى اليوم؟ إن شاء الله أنا راح أكل شواية مع رز، شواية دجاج مع رز. تمام تمام ممتاز. طيب الحين راح نبغى نتكلم عن الأفعال.